ألق نظرة على ترتيب الأحرف الظاهرة على الشاشة. ماذا ستكون الأحرف التالية؟ يشير كل حرف إلى الحرف الأول من الأرقام، والبداية مع الرقم 1 حيث يشير إليه الحرف واو، وتشير الألف إلى الرقم 2، والثاء إلى 3، والألف إلى 4، والخاء إلى 5، والسين إلى 6 و7. ثم يجب أن يكون لدينا حرف ثاء ل8 وتاء ل9 وعين ل10. كان هذا درس الحروف الأبجدية لهذا اليوم. انظر لهذه الصورة وحدد الشبح بين هذين الرجلين. إنه الرجل على اليمين، فهو بلا ظل. كان هناك شاب وفتاة، ريمي وغراي، يجلسان على أحد المقاعد. في تلك اللحظة اقترب منهما رجل شرطة وقال أن الدراجة الهوائية التي بجوار المقعد مسروقة من رجل في مكان قريب. ثم سأل الشاب والفتاة عمن سرقها، لكنهما أنكرا ذلك. هل يمكنك معرفة الفاعل؟ انظر لآثار الأقدام، إنها تتجه من الدراجة إلى المكان الذي تجلس فيه ريمي، حتما هي السارقة. تعرضت سمارة لحادث جعلها تعاني من فقدان الذاكرة، وأثناء وجودها في المستشفى أتى 3 رجال لزيارتها، شقيقها التوأم وابن عمها المفقود منذ فترة طويلة ولم تره من 10 سنوات، وشاب من المدرسة كان معجبا بها، لكنهما لم يخرجا برفقة بعضهما البعض. انظر إلى محافظ الرجال الثلاثة وحدد شقيق سمارة من بينهم. حتما هذا الرجل، فهو يحمل صورة تجمعهما. لن يكون لدى زميلها صورة كهذه ولا ابن عمها المفقود منذ فترة طويلة، لأن الصورة التقطت حديثا. في عطلة نهاية الأسبوع كان يفترض أن تحتفل كايرا وأصدقاؤها عبر الإنترنت بعيد ميلاد أحد الأصدقاء، لكن كايرا لم تحضر. وعندما سألها أصدقاؤها عن سبب غيابها قالت بأن مشكلة حدثت مساء الجمعة ولم يكن لديها أي إنترنت أو كهرباء طوال عطلة نهاية الأسبوع، وأضافت بأنها استغلت الفرصة للدراسة وقضت اليومين أمام الحاسوب في كتابة واجباتها، لكن لم يصدقها الأصدقاء. لماذا؟ إن لم تكن هناك كهرباء فعلاً، فلن تتمكن من استخدام حاسوبها، نظراً لأن الحاسوب لا يعمل دون كهرباء، كما أنه لا يمكن للحاسوب المحمول البقاء دون شحن ليومين. أرسلت لينور رسالة عن غير قصد إلى أختها بدلاً من أن ترسلها إلى صديقتها، ولم ترغب في أن تراها أختها، لذا سرقت حاسوب شقيقتها لحذف الرسالة، لكنها لم تتمكن من فتحه دون كلمة سر. من حسن حظها كان هناك تلميح يشير إلى كلمة السر: رياضيات 1، موسيقى 2، تاريخ 3، دراما 3-1. ما كلمة السر؟ يشير كل رقم إلى الحرف الذي يجب أن تأخذه من الكلمة. ستأخذ الحرف الأول من رياضيات وهو راء، والثاني من موسيقى وهو واو، الثالث من تاريخ وهو ياء، والحرفين الأول والثالث من دراما وهما دال وألف، لتكون كلمة المرور رويدا. تاهت إزمي أثناء سيرها في الغابة، وأخيرا وكما هو الحال دائما وجدت منزل الساحرة. دخلت إزمي وألقت التحية وداعبت القطة، ثم طلبت من الساحرة أن ترسلها إلى المنزل، لكن الساحرة أرادت أن تقدم لها عرضا. إذا قامت إزمي بحل لغز الساحرة الجديد فسوف تساعدها، وإن لم تفعل ستبقى رهينة لديها للأبد. وضعت الساحرة عصابة على عيني الفتاة ووضعت أمامها عددا غير محدد من القطع النقدية، 6 منها على وجهها صورة رأس، وعلى ما تبقى منها صورة ذيل. كانت إزمي معصوبة العينين، وتوجب عليها تقسيم القطع النقدية إلى مجموعتين، بحيث يكون هناك العدد ذاته من القطع التي تحتوي على صورة رأس في كل مجموعة. كيف يمكنك فعل ذلك؟
إذن بما أن هناك 6 قطع نقدية بصورة رأس، أمسكت إزمي ب6 قطع عشوائية وقلبتها. ستنجح هذه الطريقة دائما بغض النظر عن عدد القطع النقدية الموجودة وعدد التي اختارتها بصورة رأس. هذا لأن عدد القطع النقدية التي حصلت عليها بصورة ذيل من بين القطع العشوائية هو نفسه عدد القطع المتبقية من القطع التي بصورة رأس في الكوم الثانية. لذا عندما تقوم بقلبها ستتعادلان. وصلت إستيل إلى أحد الجزر لقضاء إجازتها هناك. جميع السكان المحليين في هذه الجزيرة صادقون، وجميع السياح كاذبون. اقتربت من إستيل فتاتان وقالت إحداهما: مرحبا، أنا سيرا وأنا سائحة، وهذه تيسا، إنها من السكان. هل يمكنك تحديد ما إذا كانت الفتاتان من السكان المحليين أم من السياح؟ بما أن السكان المحليين يقولون الحقيقة دائما، فلن يقولوا عن أنفسهم بأنهم سياح، لذا حتما سيرا سائحة. لكنها كانت تكذب في أمر ما، لذا إن قالت الحقيقة عن نفسها ستكون تكذب بخصوص تيسا، وبالتالي تيسا سائحة أيضا. السيدة فيرجينيا شابة ثرية تحب المجوهرات، واحتفظت بمجموعة من القطع المفضلة لديها في صندوق من الزجاج في غرفة تبديل الملابس. وذات صباح دخلت الغرفة ووجدت أن شخصا كسر الزجاج وسرق مجوهراتها. كان لدى المحقق 3 مشتبه بهن. ويلو الخادمة التي كانت تنظف المنزل يوميا، وكالي صديقة السيدة فيرجينيا والتي تملك مفتاحا للمنزل، وابنة عمها صوفيا التي تقيم معها في أيام الإجازة. قالت ويلو بأنها نظفت الغرفة في الليلة الماضية عند حوالي 10 مساء، وكان كل شيء على ما يرام. قالت كالي بأنها لم تزر المنزل منذ يومين، وقالت صوفيا أن أخلاقها لا تسمح لها بالتجول في منازل الغير وسرقة مجوهراتهم. من سرق المجوهرات؟ إنها عاملة التنظيف. بعد أن كسرت الزجاج وسرقت المجوهرات، قامت بتنظيف قطع الزجاج التي كانت على الأرض. كانت ليلة عاصفة، وبقيت ألانا وشقيقتها مستيقظتين لوقت متأخر تشاهدان المسلسل التلفزيوني، وأثناء ذلك ظهرت النشرة الجوية. قالت المذيعة أن الطقس سيبقى ماطرا ليومين آخرين، ولكن بعد 72 ساعة سيكون الجو مشمسا. التفتت ألانا إلى أختها وقالت لها بأن المذيعة مخطئة. في الواقع كانت ألانا محقة. كيف عرفت ذلك؟ بعد 72 ساعة سيكون الوقت كما هو الآن، لذلك سيكون قد حل الليل أيضا، ولا يمكن للجو أن يكون مشمسا ليلا. كانت عائلة ميلر تقيم حفل شواء في حديقة المنزل، وقدموا في الحفل عصير البرتقال الطازج. تفاخرت جيزيل بقدرتها على التفريق بين العصير الطازج وغير الطازج، وطلبت من عائلتها اختبارها. قامت بوضع عصابة على عينيها، وأحضر شقيقها كوب عصير قديم من الثلاجة وقدمه لها، ثم قدم لها عصيرا طازجا. لكن كان بإمكان جيزيل معرفة الفرق. كيف تمكنت من فعل ذلك؟ كان العصير القديم الذي من الثلاجة أبرد من العصير الطازج في الخارج. ذات يوم وبينما بدأ المطر ينهمر، اتصل السيد جونز بالشرطة وقال بأن أحدهم اصطدم بسيارته وهرب. وعندما وصل الشرطي لم يجد سوى شخصا واحدا في مكان قريب من مكان الحادث، وكان رجلا يحاول إصلاح إطار سيارته. قال السيد جونز بأن الرجل هو من اصطدم بسيارته، لكن الرجل أنكر ذلك وادعى أنه مشغول منذ ساعات بإصلاح سيارته. هل يمكنك تحديد الكاذب؟ إنه الرجل الذي يصلح سيارته. لقد بدأ المطر بالهطول قبل فترة وجيزة، وإن كان فعلا قضى ساعات في إصلاح سيارته، فلن تكون الأرض تحت السيارة مبللة، مما يعني أنه توقف في المكان للتو.
كانت بريتني تقيم حفلة عيد ميلاد تنكرية، وأثناء الاحتفال أتى أحد الضباط وقال بأنه يبحث عن لص في المكان ويتظاهر بأنه أحد الضيوف. ألقي نظرة على الأشخاص الموجودين وأخبرنا بالشخص الذي يشتبه به الضابط. انظر إلى هذا الرجل، على عكس جميع الضيوف الآخرين يرتدي زيا غير متناسق أبدا، حيث يضع قبعة رعاة البقر ويرتدي سترة الجوكر. ربما ارتدى أي شيء وجده في طريقه أثناء محاولته للاختباء. ذهبت إيفون في رحلة عمل وطلبت من صديقها ديل أن يذهب ويشتري لها قطعة شوكولاتة خاصة من رجل يأتي إلى المنتزه مرة كل شهر في منتصف النهار. في ذلك اليوم كان ديل مشغولا بلعب ألعاب الفيديو ونسي الأمر تماما، وعندما سألته إيفون عما إذا كان قد أحضر لها الشوكولاتة أم لا، قال بأن الشوكولاتة قد بيعت، حتى أنه أرسل لها صورة من المنتزه ليثبت لها أنه هناك. لكن عندما نظرت إيفون إلى الصورة أدركت أن ديل كذب عليها. كيف عرفت ذلك؟ الظلال طويلة جدا، لذا من غير الممكن أن تكون الصورة التقطت في فترة الظهيرة، حينها تختفي الظلال. أما صورة الساعة التي تشير إلى منتصف اليوم فقد تكون معدلة بالفوتوشوب. تقف خمس طالبات في طابور، إيدلين ليست بجانب كليو، وبيلامي ليست بجانب دانيكا أو كليو، وكليو وبيلامي ليست بجانب إلويز، وترى من منظورك دانيكا على يسار إلويز. حدد أسماء الفتيات. إيدلين ليست بجوار كليو، لذا نقوم بشطبهما من كلا العمودين، عمودي إيدلين وكليو. وبيلامي ليست بجانب دانيكا وكليو، ودانيكا وكليو ليستا بجانب بيلامي، كما أن كليو أو بيلامي ليستا بجانب إلويز، وإلويز ليست بجانبهما. والآن لدى كل من بيلامي وكليو جارة واحدة، لذا يجب أن تكون على الطرفين، لكننا لا نعرف من على اليسار ومن على اليمين. لنجرب كليهما. جارة بيلامي هي إيدلين، جارة كليو هي دانيكا، وستكون إلويز في الوسط في كلتا الحالتين. والآن لنتذكر الموضع الأخير والذي يشير إلى أن دانيكا على يسار إلويز، وهكذا يصبح الترتيب صحيحا، وهو بيلامي، إيدلين، إلويز، دانيكا وكليو. كانت شركة السيد ويلسون تواجه الكثير من المشاكل المالية، وذات يوم اتصل الرجل بشرطة وأخبرهم أن أحدهم اقتحم مكتبه قائلا: لقد سرقوا خزنتي بكل الأموال التي أملكها. وعندما أتى رجال الشرطة للتحقيق سألوه عن سبب تأكده من أنهم مجموعة، فقال: حسنا، خزنتي ثقيلة جدا على أن يحملها شخص واحد. أدركت الشرطة فورا أن السيد ويلسون يكذب. كيف؟ لو كانت الخزنة ثقيلة جدا لتركت آثارا على السجادة. بعد تعرض أحد البنوك للسرقة عثرت الشرطة على الحقيبة التي تحتوي النقود في الحديقة، كانت موجودة بين نباتات الصبار. اعتقل رجال الشرطة ثلاثة مشتبه بهم، ولم يمض وقت طويل حتى تمكنوا من اكتشاف السارق. هل تعرف من يكون؟ إنه الرجل على اليسار، فهو الوحيد الذي تظهر عليه بعض الخدوش من الصبار. اشتبهت الشرطة بأن ديبرا تشارك في تهريب الألماس بين داخل البلاد وخارجها، ولكن ليس لديهم أي دليل على ذلك. لهذا كان المحقق تايلر يتعقب المرأة محاولا العثور على بعض الأدلة. وذات يوم لاحظ أن ديبرا دخلت أحد المنازل، لكن عندما خرجت لاحظ أنها لا تحمل معها الألماس. لابد أنها تركت قطع الألماس في المنزل. كيف عرف ذلك؟ كانت ديبرا ترتدي حذاء بكعب قابل للإزالة، حيث قامت بإخفاء قطع الألماس هناك. انظر لهذه الصورة جيدا وحاول تحديد أم هذا الفتى.
المرأة التي على اليمين من البشر ولا يمكنها التنفس تحت الماء، لكن الفتى لا يجد مشكلة في ذلك، فهو يبتسم ويبدو مرتاحا. عدا عن ذلك لديه خياشيم، مما يعني أن حورية البحر هي والدته. كان المحقق مارتن يختار خاتما ماسيا لخطيبته عندما دخل رجل يرتدي قناعا أسود إلى محل المجوهرات. طلب الرجل من الجميع الاستلقاء على الأرض وأخذ كل النقود والمجوهرات الثمينة وغادر. وبعدها رآه المحقق مارتن يركب دراجة نارية حمراء ويهرب بعيدا. أسرع ضابط الشرطة إلى سيارته وانطلق لمطاردته. وعند نقطة ما وصل المحقق إلى مفترق طرق، لكن أي طريق عليه أن يسلك الآن؟ وفجأة رأى مارتن سيارة قادمة من الاتجاه المعاكس. سأل السائق عما إذا كان قد رأى الدراجة الحمراء، فقال: كلا، رأيت فقط سيارة فضية مكشوفة ولا شيء غير ذلك. ثم رأى المحقق سيارة رمادية قادمة من الجهة اليسرى، فقالت المرأة التي بداخلها أنها لم ترى الدراجة الحمراء، لكنها رأت دراجة صفراء ومجموعة من راكبي الدراجات. حينما قال الرجل الذي أتى من الجهة اليمنى أنه رأى شاحنة زرقاء كبيرة، أين ذهب السائق؟ يمكن للدراجة النارية أن تكون بداخل الشاحنة الزرقاء فقط. عرضت ماسة نادرة في أحد المتاحف الشهيرة، وكانت محمية بحراسة على مدار الساعة، ولم يسمح سوى لمجموعات صغيرة من 10 أشخاص بدخول الغرفة. بعد مغادرة إحدى المجموعات رن جرس الإنذار. أسرع الحراس إلى الغرفة ووجدوا شابا. قام الحراس بتفتيشه ولم يجدوا في حقيبته سوى الأوراق النقدية وولاعة وزجاجة كولا وكاميرا وهاتف النقال. كان على الحراس إطلاق سراح الرجل، ولكن في صباح اليوم التالي أعلن عن سرقة الماسة. كيف حدث ذلك؟ قام الرجل بتبديل الماسة الحقيقية بأخرى مزيفة وأخفى الحقيقية في زجاجة الكولا. كان رجل الأعمال الثري ريمون لوبيز بحاجة ماسة إلى مساعده، لكن كان الرجل في إجازة في الريف. في يوم الاثنين أرسل السيد لوبيز رسالة إلى مساعده يطلب منه العودة إلى المدينة بأسرع ما يمكن، وها قد أتى يوم الخميس ولم يحضر. قرر السيد لوبيز الذهاب للاطمئنان على الرجل، وعند وصوله وجد مساعده بخير ويحزم أغراضه، وقال: أوه سيد لوبيز، وصلتني رسالتك بالأمس، كنت سأغادر بعد نصف ساعة. لكن السيد لوبيز أجابه: أنت مطرود من العمل، فأنا لست بحاجة لأشخاص لا يمكنني الوثوق بهم، كل ما أردته هو إجازة أطول. ما الذي دفع السيد لوبيز إلى ذلك برأيك؟ يظهر التقويم الموجود على طاولة المساعد أنه يوم السبت 4 نوفمبر، لكن خدمة البريد لا تعمل في يوم الجمعة. الرجل كاذب. قام شخص ما بسرقة أحد البنوك في مدينة كبيرة. ذهب المحقق لزيارة المشتبه به الرئيسي، والذي قال: كنت متعبا طوال الأسبوع ولم أغادر منزلي منذ 3 أيام، لم أكن بحاجة للطعام حتى، فالثلاجة ممتلئة ويمكنك التأكد بنفسك. وفتح ثلاجته بالفعل، لكن المحقق أدرك فورا أن الرجل كاذب واعتقله. كيف عرف ذلك؟ أولا، يبدو الخبز الذي على المنضدة طازجا. عدا عن ذلك، لو كان الرجل يمكث في المنزل منذ 3 أيام فلن تكون الثلاجة ممتلئة هكذا. دفع خبير فني أموالا طائلة في مزاد مقابل لوحة لا تساوي شيئا. كان الرجل على علم بهذه الحقيقة، وكان أيضا رجلا أمينا بدون أي نوايا إجرامية. ما الذي دفعه لشراء هذه اللوحة؟ رغم أن اللوحة بلا قيمة إلا أن إطارها تحفة فنية باهظة. بعد ارتكاب عدة جرائم في المدينة، قررت الشرطة زيارة مشتبه به يقيم في الريف. عندما دخل رجال الشرطة إلى المنزل لم يجدوا أحدا بداخله،
فتشوا المكان بأكمله بما في ذلك الغرفة العلوية التي كانت في حالة من الفوضى، ثم قرروا انتظار صاحب المنزل إلى أن يعود. بعدها ذهب أحد رجال الشرطة لشراء الماء، وعندما عاد أخبر زملائه أنه لا جدوى من الانتظار. لماذا؟ كانت نافذة الغرفة العلوية مغلقة عند وصول رجال الشرطة، ولكنها مفتوحة الآن، مما يعني أن المجرم كان مختبئا هناك وهرب من النافذة. يقف رجلان قرب النهر ويريد كلاهما العبور إلى الجانب الآخر، لكن لا يمكن للقارب أن يحمل سوى شخص واحد، ومع ذلك تمكن الرجلان من عبور النهر. كيف حدث ذلك؟ كان على الضفتين المتقابلتين. أتى المحقق آدم إلى المتنزه لتناول الطعام في الخارج، ولكنه رأى ثلاثة رجال يركضون حول النافورة، مما لفت انتباهه. كانوا يصرخون جميعا: لص، أمسكوا باللص. شعر المحقق بالحيرة، من هو اللص الحقيقي؟ لهذا واصل مراقبتهم، وبعد فترة أصبحت المسافة بين الرجال أقصر. حينها أدرك المحقق آدم فورا هوية اللص الحقيقي. هل يمكنك معرفته أيضا؟ لو كان الرجل الأول هو اللص لتعين على الثاني أن يستدير للإمساك به، وينطبق الشيء ذاته على الرجل الثاني، مما يعني أن الرجل الأول هو المجرم. كيف يمكنك وضع تفاحة كاملة في زجاجة دون تقطيع الفاكهة أو كسر الزجاجة؟ ضع زجاجة على غصن شجرة تفاح في الربيع وانتظر حتى تنمو التفاحة بداخلها. كان سكوت لصا شهيرا، وذات مساء عاد إلى المنزل بعد أن سرق بعض اللوحات الباهظة من منزل السيد سميث. وأثناء وجوده في غرفة المعيشة رأى عددا من رجال الشرطة يقتربون من منزله. أخبر سكوت زوجته بما عليها قوله وتسلل من الباب الخلفي. وعندما طرق الشرطي الباب قالت لهم الزوجة: زوجي ليس في المنزل منذ أسبوع، يفترض أن يعود إلى المنزل اليوم. وفي تلك اللحظة دخل سكوت إلى المنزل وعانق زوجته وكأنه غائب عنها منذ زمن طويل، لكن رجال الشرطة لم يصدقوا الزوجين. لماذا؟ انظر للكلب، فلو كان صاحبه غائبا منذ أسبوع لقفز الكلب سعيدا ومتحمسا، لكن الحيوان رأى سكوت قبل دقائق ولا يظهر الكثير من الحماس. إذا كان الجو ماطرا عند منتصف الليل، فهل تتوقع أن يكون مشمسا بعد 72 ساعة؟ مستحيل سيحل الليل مرة أخرى بعد 72 ساعة. تم استدعاء المحقق إلى مقهى صغير. أخبرته صاحبة المقهى بقصتها قائلة: ذهبت إلى المطبخ لبضع دقائق، لكن عندما عدت وجدت أن كل الأموال التي في الصندوق قد سرقت. في ذلك الوقت لم يكن في المقهى سوى ثلاثة زبائن، وجميعهن من النساء. عندما سألهن المحقق عمن سرقت المال، صرخن: إنها هي. وأضافت المرأة الأولى: صاحبة المقهى صديقتي، فكيف أفعل هذا؟ وقالت المرأة الثانية: كنت أشرب قهوتي وأنظر من النافذة، لم ألحظ شيئا. وادعت المرأة الثالثة أنها لن تسرق أبدا. من سرق المال؟ اكتشف المحقق بسرعة أن السارقة هي المرأة الثانية. أولا أشارت السيدتان الأخريان إليها، وثانيا ادعت أن المرأة الأولى قد سرقت المال، لكن إذا كانت تنظر فعلا من النافذة فكيف لها أن تعرف ذلك؟ تعرض أحد البنوك للسرقة أثناء اندلاع حريق. قال الحارس أنه سيحمي حقيبة النقود، لكنه اضطر للانحناء لربط حذائه أمام مخرج الطوارئ مباشرة. في تلك اللحظة فتح الباب وضربه أحدهم على رأسه، وعندما عاد إلى وعيه لم يجد المال. لماذا ألقي القبض على الحارس؟ لأن جميع أبواب الطوارئ تفتح للخارج. هناك فتاة لديها العدد ذاته من الإخوة والأخوات،
ولكن لكل واحد من أشقائها أشقاء أقل بمرتين من الأخوات، كم عدد الإخوة والأخوات في الأسرة؟ يوجد في العائلة 4 فتيات و3 شبان.